بما ان في ناس كتير عندها مجموعه من الافكار والمعتقدات الخاطئه عن anxiety او عن القلق، وبينشروا المعلومات دي وهي في الحقيقه معلومات مغلوطه او في حاجات كمان بتتقال ملهاش اي اساس من الصحه، هنتكلم في سلسله حلقات عن ابرز الخرافات اللي بتتقال عن القلق. والنهارده هنتكلم عن اول خرافه، الناس اللي بتقول بيتقال ان الناس اللي عندهم قلق ممكن يتخلصوا من القلق ده لو هم عايزين، اصل الموضوع محتاج اراده وعزيمه. الكلام ده صح ولا غلط؟ الحقيقه ان التصور او الاعتقاد ان القلق ده مجرد قرار، وان انت اللي بتحدد اذا كنت تقلق ولا لا، وان انت تقدر تتخلص من القلق لو اخدت القرار او حبيت واردت فعلا الاراده والعزيمه ان انت تعمل ده، الحقيقه ان الكلام ده كلام غير صحيح. لان التخلص من القلق، واحنا بنتكلم عن القلق سواء كحاله، انا ما بتكلمش عن الحالات المؤقته السريعه اللي هي اليوميه اللي احنا ممكن بنعدي عليها، انا بتكلم عن حاله تحتاج الى علاج، بتكلم عن شخص عنده قلق مزمن، ما بنتكلمش عن حالات بسيطه. لان كلنا بنمر بحالات قلق كده عاديه، بنبقى قلقانين لمجرد كام دقيقه لموقف ما في الحياه وخلاص. لا، دي انا بتكلم عن القلق الموقفي. والنهارده مش جاي اشرح عن القلق وتعريفه وانواعه واسبابه واعراضه، لا، انا النهارده جاي اجاوب على سؤال موضح ومحدد: هل الاشخاص اللي عندهم قلق يقدروا يتخلصوا من القلق ده لو هم عايزين كده؟ بنأكد مره كمان نقول الكلام ده غير صحيح، لان الحقيقه ان عشان تتخلص من القلق لازم توجيه ودعم من شخص مختص، لازم يكون واحد متخصص في العلاج، لازم يكون في معالج ضروري جدا لاسباب كتير وتفاصيل كتير. ومين اكتر ناس تأكد لك المعلومة دي؟ هم اللي عانوا من القلق. اكتر ناس عانت من القلق واستمر معاها شهور وسنين هم اكتر ناس فعلا يأكدوا لك ان فكرة الارادة والعزيمة هي جزء، ما نقدرش نقول صفر، لكن ما ينفعش تبقى هي الاعتماد الاساسي عليها، لازم يكون في توجيه ودعم من معالج.